تعرف ظاهرة تكيس المبايض بالبوليسيستيك أوفاريان سيندروم، أي بما يسمى بتعدد الأكياس على المبيض، وتلك الظاهرة تحدث بسبب اختلال في مستوى هرمونات السيدة التي تعاني من هذا المرض وارتفاع مستوى هرمون الأندروجين، مما يسبب ظهور أعراض كثيرة مصاحبة لهذا المرض. أعراض تكيسات المبايض تختلف من سيدة لأخرى وتكون أكثر وضوحاً عند وجود سمنة عند المرأة، وتتلخص في صعوبة إنزال الوزن إذا كانت المرأة تعاني من سمنة، وجود اختلال في الدورة الشهرية حيث تعاني من غزارتها أو انقطاعها أو حتى وجودها بدون وجود تبويض، صعوبة في الحمل في بعض الأحيان إذا كانت السيدة متزوجة، وكذلك وجود شعرانية أو ظهور شعر زائد في مناطق غير محببة وغيرها من الأعراض التي يجب أن ترجع السيدة فوراً لطبيب النساء لتشخيص هذه الحالة.